رفيسور عراقي مغترب يرأس وفدا طبيا أستراليا يصل مستشفى ابن سينا لإجراء عمليات كسور معقدة وزراعة أطراف اصطناعية ذكية لجرح العمليات العسكرية. كاميرا الحرة داخل صالة العمليات مع البروفيسور العراقي ليحدثنا عن تبرعات شركات طبية أسترالية بأجهزة وأطراف ذكية تضاف إلى المستلزمات المحلية لمعالجة المصابين. حتى الآن استقبلنا تقريبا 40 مريض لحد هاللحظة من مصابين الحشد الشعبي. لما جيت أنا جبت وياي كمية كبيرة من الأجهزة الطبية والمستلزمات اللي هي تبرعات للجانب العراقي من قبل شركات أسترالية. نحو 48 مريضا حدد الفريق الطبي إجراء موعد زراعة أطرافهم التي فقدوها جراء الحرب، ومن المؤمل معالجة 100 مريض آخر خلال الفترة الحالية. بالنسبة للأطراف الذكية الوجبة الأولى عندنا 48 مريض الآن قيد الدراسة والتنفيذ، وتتبعها إن شاء الله وجبات بحدود 100 مريض. على أسرة مستشفى ابن سينا يرقد شباب ينتظرون موعدهم لزرع الأطراف الذكية آملين أن يعاودوا السير دون استخدام العكازات، وبعضهم ينزع ألمه ببتر ساقه. قبل 3 أشهر قال رجلك حتعذبك، أول بداية ما اقتنعت بكلامه، قلت لا أكو أمل، بعدين مشيت يمت راجع الدكاترة قامت تطلع لي أعراض برجلي، التهابات قاموا يطقطق من واحدة وقاموا ينفجر، قام تنقلب سودة وهاي، بعدين اقتنعت انه رجلي لازم بتر بعد. جراءات راح اسوي شكل طرف زراعه دكتور منجد، والثاني تلبيس عادي يعني ما يصير لها. ويذكر ان وزاره الصحه ستعمل على استقدام الكوادر الاجنبيه لعلاج المصابين داخل العراق بدلا من ارسالهم خارجه لمعالجتهم لتقليل النفقات الماليه ولمعالجه اكبر عدد من المصابين. على هذه الأسرة يصنع الأمل لكثيرين ممن فقدوا أطرافهم جراء العمليات العسكرية. المئات من جرحى الحرب بانتظار عمليات الكسور أو زرع الأطراف الذكية علّه يعود لممارسة الحياة من جديد. من داخل مستشفى ابن سينا، خمال الكاتب، الحرة.